شتي صغير في الدار ما عارف الوليد كان في الأمن وداك الشيء شتي جات الطيارة في الدار لا الله يرحمه مسكين ما كانش كي اسميته والله العظيم ما كانش كي ما كيعرف كجاع فين كاين من واحد من نوع من الرجال اللي هو بعدا كان حشومي وفحال كنقول لك انا حتى البوليس يمكن ندخلها غير انا كنت كنقولها ليه الا كنقول ليه الوالد انت ما عرفت كيفاش دخلتي لهاد المهنه تالمو كنضريب بزاف والله يرحمه عزيز على الناس باقي الان الا جبتي الحمد لله اللي يمكن كنقولوا حنا يخلي لك ما يخليلكش خلى لك واحد الصدى طيب الا جبتيه للناس كيعنقوك باقي الان الناس كيبكيو عليه وكيتفكروه ما ساقش ليا الخبر انا كاع انا في الوداد او والله العظيم انا كنت كتلعب في الوداد وما ساقش تريني وكنلعب وغادي نمشي لوجده غادي راه بحال شي يعني خرافه لانه اختي هي اللي غتسمع في الراديو اسم ديال فخر الدين او تسيد وصلتي الراديو مازال مع الدار ما عارفينش لا والو والله العظيم وقال ليها وقالت لي هي راه قالت الوالد راه خويا هذا اضربها قال لها اش غيكون هو كيدير مع الشاب والعربي ضريف لا ماشي هكاك ضربها قال لها ما يمكن زعما خوك يكون مع هادو هو بالنسبه لي هادوك الناس كبار وناس تبارك الله ماشي من السهل باش وتلقى معايا معاش كان ديك الساعه التران كيجي من وجده الى عقلتي لاكار كيدخل مع 8 ديال الصباح انا باقي صغير فخر الدين وانت باقي صغير عقلتي باقي صغير دخلت انا ديك الساعه مع 8 ديال الصباح للدار نتلاقى معاه خارج الخدمه قال لي فيك تكليف وجده عاد باش عرفني راني كنلعب عاد فهم بانك كنلعب في وجده برافو عليك